الأسباب المتعلقة ب استمرار الحراك لمدة 7 أشهر. من وجهة نظري أعتقد بأن هناك ما يمكن أن نسميه بسوء فهم كبير ما بين نشطاء الحراك وما بين الماسكين بزمام الملف على مستوى الدولة فيما يتعلق بتدبير هذا الملف ديال الأوضاع في الريف، لأنه كانت هناك ثقة أو غياب الثقة ما بين الطرفين، فكل طرف كان هناك نوع من غياب الثقة. هذا الوضع جعل الأمور يعني تمشي في مسار تصعيدي بدل أن تكون هناك مقاربة لحل الإشكال. وعموما يعني هذه المقاربة اللي حاليا مشت فيها الدولة أعتقد بأنه لن تساهم في حل الإشكال بقدر ما ستساهم في تأجيج الوضع أكثر. هذا الأمر قلناه ونبهناه للمسؤولين. لا تقصد بالمقاربة الأمنية؟ المقاربة الأمنية نعم. المقاربة الأمنية من الصعب أن تجد حلا للإشكال الذي تعيشه منطقة الريف، بل بالعكس ستساهم في تأجيج الوضع أكثر، لأن قضية الاعتقالات الآن عدد المعتقلين اللي تجاوز 100، قضية التعامل مع الوقفات الاحتجاجية، التجاوزات الأمنية التي تقع، الوضع العام الحسيمة أصبحت تعيش بصدق واحد ما يمكن أن نسميه بحزن جماعي يرخي بظلاله على المنطقة وعلى جميع البيوت وعلى جميع أحياء المدينة. هذا الوضع من الصعب في ظله أن يعني أن نساهم في إيجاد الحلول الممكنة، وبالتالي يجب أن تكون حقيقة هناك مبادرات لإعادة هذه الثقة وخلق الأجواء ديال الحوار فيما يتعلق بمشروع منارة المتوسط. هو مشروع ملكي أعطى انطلاقته جلالة الملك في أكتوبر 2015. سجل تأخر باعتراف السلطات المحلية والحكومات أنه كان هناك تأخر في إنجاز هذه المشاريع على الأقل 1.5 سنة. الاعتبارات قد نختلف ونتفق مع الحكومة ومع المسؤولين بشأنها، لكن وقع تأخر. هل هذا المشروع فيه الإجابة؟ أقول عن المطالب ديال الحراك، من وجهة نظري من خلال اطلاعي على المطالب، لأن الحراك قدم 21 مطلب، فمن خلال اطلاعي على هذه الوثيقة المطلبية وكذلك على مشاريع المنارة، أقول بأن المنارة تقدم جزءا من الإجابات، ما كاينش إجابات كلية. وأساسا إن من بين الأسباب اللي خلات المنطقة في واحد الاحتقان اجتماعي هو إشكالية البطالة. فإقليم الحسيمة تسجل في أكبر نسبة أو من كبريات النسب على المستوى الوطني من خلال البطالة. هذا الوضع يعني يساهم في ديال البطالة، يساهم في خلق واحد الاحتقان اجتماعي. والإضافة دي مناسبة باش لأن الاحتجاجات طبعا بدات مع الوفاة ديال محسن فكري الله يرحمه، اللي كانت دائما كنا كنوصفوها بالنقطة التي أفرضت الكأس، ولكن كان هناك واحد الاحتقان اجتماعي بين هذا الإشكال ديال البطالة، إشكال ديال الصيد البحري وسمك النيدرو اللي أرغم أرباب المراكب باش يغادروا الميناء، بمعنى فقدان واحد 3000 منصب شغل. إذا فوقاش كنهضروا على 3000 منصب شغل، نتحدث عن 3000 عائلة، فإذا درنا واحد المعدل ديال 5 الأفراد في العائلة بمعنى 15000 متضرر. هذا بالإضافة إلى تضرر المنطقة بضعف العائدات أو التحويلات البنكية التي كانت كتجي من الجالية المغربية في الخارج مع الأزمة الاقتصادية. طبعا ما بقاتش ذاك الدعم اللي كان كما سبق. كل هذه الأمور مجتمعة إلى زدنا طبعا واحد يعني الأبعاد التاريخية السياسية إلى غير ذلك، كلها كتجعل تساهم في خلق واحد الاحتقان. أعتقد أن قضية الاستجابة إلى المطالب هي مسألة مهمة جدا وضرورية، والمطالب المرفوعة هي مطالب في عمومها مطالب عادلة ومشروعة، فبالتالي على الحكومة وعلى الدولة أن يعني أن تتعامل مع هذه المطالب بالكثير من الجدية والإيجابية بطبيعة الحل. الحل في نظري الآن مع الأسف وصلنا لواحد النقطة من الصعب الآن، لا أقول مستحيل، ولكن من الصعب يعني جميع الحلول الممكنة فيها صعوبات وفيها إكراهات. لذلك الآن على الجميع
أن يغلب منطق الحكمة وأساسا من طرف الدولة. الآن الدولة المقاربة اللي اعتمدتها وأقول بأنها مقاربة خاطئة، أججت وساهمت ولا زالت تساهم في تأجيج الوضع لأن الاعتقالات لا زالت مستمرة. فإذا أعتقد أنه يجب إيقاف هذا المسلسل ديال الاعتقالات. قضية النظر في كيفية التعامل مع الشباب المعتقلين، احنا طالبنا فيما سبق بإطلاق الصراح المعتقلين أو إيجاد واحد المخرج سياسي، لأنه من الصعب أن تقارب واحد القضية عند سياسية بمقاربة قضائية وأمنية. مقاربة تكون في الغالب لن تكون سليمة. فإذا المقاربة الحقيقية يجب أن تكون سياسية. كذلك تدخل ملك البلاد، أعتقد أن جلالة الملك محمد السادس بحكم يعني طبعا بحكم التواجد ديالو الذي كان دائم الارتباط ديالو بالمنطقة والزيارات المتكررة والعلاقة التي تربطه علاقة إنسانية الآن مع سكان الريف، ربما عكس ما الآن ما يروج البعض، علاقته علاقة الملك بسكان الريف كانت علاقة إنسانية لأنه حاول أن يداوي الجراح التي كانت في الفترة السابقة.